مساء الخير والورد والفل والياسمين على كل مشاهدينا الاعزاء وحشتوني جدا 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 من الحلقه اللي فاتت للحلقه دي طبعا عندنا النهارده مواضيع كتير هنتكلم فيها اول موضوع حابين نتكلم فيه طبعا حضراتكم كلكم عرفتوا موضوع فيديو طفل المرور كلنا تابعناه وكلنا شفنا الولد وقد ايه استفز مشاعر كل اللي شاف الفيديو آه تعامله مع امين الشرطه وايضا آه يعني اللامبالاه اللي كان بيتميز بيها هذا الطفل. النيابه حققت في الموضوع ولكن تعاملوا معاه بروح القانون وليس القانون. تعاملوا معاه بروح القانون آه وطبعا آه اعتبروا ان ده طفل وطلبوا من اهله تعديل سلوكه. طبعا آه لما كان الرياكشن بتاع تعديل السلوك الخاص بالطفل ناس كتيره اتضايقت جدا وقالوا ليه هو علشان بابا قاضي والكلام ده كله المشكلة الأكبر إن بعد كده حللوا للأطفال هو ما كانش واحد بس ده كان ولد عنده 15 سنة ومعاه ثلاثة أصدقاء واتكلم مع أمين الشرطة بطريقة غير لائقة تماما وفيها تكبر وتعالي رهيب ويعني واضح إن الطفل ده يعني تربيته كده وبعدين عملوا لهم تحليل مخدرات. تخيلوا الاطفال طلعوا بيتعاطوا المخدرات 15 سنه حد طفل 15 سنه واصدقائه اللي معاه في العربيه كانوا متعاطين المخدرات. احنا وصلنا لفين؟ احنا رايحين على فين؟ طبعا بعد التحليل السوشيال ميديا اتكلموا كلام رهيب على تربيه الولد وناس اتكلمت وقالت اصله متدلع اصله 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 في ناس قالت ما هو دلوقتي ده ابن قاضي دلوقتي المره الجايه يبقى هيبقى وكيل نيابه وكل الحاجات دي بلاش نسن السكاكين على بعض كلنا مخطئون كلنا عندنا اولاد وكلنا ممكن اولادنا يغلطوا ومش احنا البرفكت اللي ما فيناش غلطه ربنا يبعد الشر عن كل اولادنا ولكن لازم يبقى فيه جرس انذار جرس انذار لكل الامهات والاباء جرس انذار يقول خدوا بالكم من ولادكم اولادكم هم قاعدين ماسكين الموبايل 24 ساعه ما نعرفش بيكلموا مين ولا بيعملوا ايه واحنا كامهات وكاباء نقول اهو كويس اهو ما بيزنش اهو ما بيتكلمش خليه خلي مالي في الموبايل اولادنا اللي بياخدوا مصروف عالي جدا وما بنعرفش بيصرفوه في ايه اولادنا اللي بيروحوا المدرسه وللاسف برضو المدرسه دورها فين طفل زي ده 15 سنه ازاي وصل اساسا للمخدرات ازاي وصلت له اساسا ده جرس انذار للجميع ومحدش يتعالى ويقول لا لا الاصل تربيته اصل كلنا مخطئون اباء وامهات وابناء المشكله ان الاباء والامهات بيبقوا مخطئون والابناء بيكونوا هم الضحيه اللي بيدفعوا ثمن هذا الخطا انا مش بقول عليه ضحيه بس انا بقول ده طفل واضح ان هو فعلا محتاج تعديل سلوك ومحتاج حاجات كثيره جدا فده جرس انذار لينا كلنا ما نقعدش نلقي بالاتهامات على بعض لا كلنا ناخد بالنا من اولادنا ونشوف احنا رايحين على فين نشوف ولادنا رايحين على فين طفل النهاردة هو رجل المستقبل هو اللي هيشيل على كتافه بلده هو اللي هيرفع من بلده أو يوطيها هو اللي هيخلي مصر رقم واحد أو رقم ألفين لازم ناخد بالنا من ولادنا خدوا بالكم من ولادكم أكتر من كده يا بس الكلام بقى الفظيع اللي مكتوب بلاش نقعد نتريق على بعض لان كل البشر ربنا ممكن يبتليهم ممكن يبتلي انسان في ابنه، ممكن يبتلي انسان في صحته، ممكن يبتلي ولكن ناخد عبره. أنا واحدة من الناس ابني عنده 13 سنة لما اتفرجت على الفيديو ده تعالى يا حبيبي وريني بتبص ايه, ايه, ايه بتشوف ايه على الموبايل، تعالى عملت ايه في المدرسة النهاردة؟ مين أصحابك؟ بتعمل ايه؟ بتسوي ايه؟ الأطفال دلوقتي بقى في عالم مفتوح عليهم، عالم احنا مش عالم ما رقابة. خدوا بالكم والاطفال في السن ده بيقلدوا وفتره التينيجر او المراهقه الطفل عايز يحس ان هو بقى راجل وكبر وبقى راجل وما حصلش طب اول ما يبقى راجل ابقى راجل بايه بالسجاره بالمخدرات هم فاهمين كده فخدوا بالكم يا امهات خدوا بالكم يا اباء ان السن ده خطر جدا ولازم ناخد بالنا من اولادنا جدا 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 الحقيقه فقره اسال منى جالنا كذا مشكله عايزين نناقشهم كلهم هقول لكم اول مشكله سريعا مشكله من مشاهده بتقول انا وحيده امي وابويا ابويا توفى اتقدم لي عريس بس ما عندوش شقه امي اقترحت ان ان احنا نقعد معاها في الشقه وفعلا اتجوزنا معاها بقى لنا سنتين جوزي مخنوق عايز ماما تروح تقعد عند اخوها وكل يوم نكد وخناق وعايز يطلعها من الشقه بيقول الشقة على قدنا إحنا والعيال ما إحنا والعيال أنا معايا توأم ومش عارفة أعمل إيه وهو ما عندوش مقدرة إنه يجيب شقة بيقول الشقة بتاعت باباكي وإنتي أولى بيها قولولي لي أعمل إيه تعملي إيه يا ماما تعملي إيه البيت بتابونا والغرب يطردونا يعني الست كانت ذوق معاكي انتي وخطيبك ولا انتي وجوزك وقعدتكم معاها في شقتها شقت زوجيتها شقت جوزها اللي توفى قعدتكم معاها واستضافتكم معاها دلوقتي هي اللي تقيل عليكم حسبي الله ونعم الوكيل لمجرد انك بتسالي السؤال ده امك اللي هي لحمك ودمك هو اللي ارميه بره ده بجح ده انسان بجح ايه البجاحه دي ايه الوقاحه دي يعني هي الست لمته وقعدته في بيتها واديته بنتها وعرضها ومقعداه في بيتها وفي الاخر عايز يمشيها بره البيت ايه ده معانا مداخله ايه 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 الو آية؟ الو ايوه السلام عليكم اهلا يا ايه اهلا يا حبيبتي اهلا وسهلا اهلا يا ايه ايه مشكلتك يا حبيبتي تفضلي حضرتك احنا انا كان معايا شقه وعندنا احنا تبع بشاير الخير ثلاثه. انت كان معاكي انا معاي... مضيت على شقتي اه... لا ثانيه واحده ثانيه أنا... واحده. انت كان ليكي شقه تمليك في بشاير قبل ما تتبني بشاير الخير في ال... في الارض اللي كانت هدوها ايوه ايوه شقتي ملكي ومضيت عليها وكل حاجه وبعد كده سحبوها مني ثواني فهميني بقى بالراحه هو البيت كان كام دور؟ البيت ثلاث ادوار ثلاث ادوار، كام شقه؟ ست شقق يعني على شقتين يبقى ست شقق، أنتِ كان ليكي شقة فيهم؟ أيوه أنا كان ليا شقة فيهم كانت إيجار ولا تمليك؟ إيجار أيوة. تمليك كانت تمليك،, تمليك طيب معايا العقد طيب. المفروض مدام شقتك ورق وتمليك تاخدي شقة في بشاير الخير بعد ما هدوها وبنوا العماير أنا في دلوقتي فهميني طيب أمشي معايا بالراحة كده آية حبيبتي, حبيبتي. هي آية بعتلنا صور يا ريت تنزلوها على الشاشة دلوقتي آية حبيبتي انتي دلوقتي بعد اما سلموكي الشقه يعني هم سلموكي فعلا صح ايه ايه معانا ايه هي ايه بعتت لنا مشكلتها و وبعتت لنا الصور وبعتت لنا مشكلتها مشكلتها بتتلخص في ان هي كان ليهم بيت في مشروع بشائر الخير قبل ما يبنوه كان ليهم بيت البيت ده ثلاث ادوار على ست شقق يعني الدور فيه شقتين كان ليها شقه تمليك والبيت ده اساسا بيت عيله وكان ليها شقه تمليك آه طبعا لما بنوا مشروع بشائر الخير الحكومة أو الشرطة الجيش زائد الجمعية خيرية تقريباً جمعية مش متذكرة اسمها الجمعية الخيرية مضوها ويسلموها شقة بعد يومين خدوا منها الشقة دي لحد دلوقتي مش فاهمة خدوها ليه طبعاً هي زوجة وعندها أبناء ومرمية في الشارع زي ما حضراتكم شايفين الصور على الشاشة هي وعفشها وولادها مرمية في الشارع أرجو من السادة المسؤولين مراعاة حالة آية بنرجو من السادة المسؤولين مراعاة حالة آية أوراقها كلها هي بعتها لنا على الواتساب أرجو من السادة المسؤولين التواصل ونبعت لهم الأوراق عشان حل مشكلة آية شكرا هنطلع فاصل وهنرجع لكم تاني استنونا اوعى تروحوا في حتة